بين 5 و6 فرق آه. مش فرقتين نفهم. او 3 فرق آه. لان كل ما المنافسه هتزيد ده هيؤدي الى ارتفاع المستوى قوه الدوري. اه طبعا. الزمالك احد الانديه المنافسه دائما في الدوري، لكن وضع الزمالك الحالي يبدو مقلقا بالنسبه لجمهوره. شايف ازاي وضع الزمالك كابتن خالد؟ وانا بسال نجم كبير قوي من نجوم الكره المصريه اللي تنافسوا عاده مع الزمالك كنجم الاهلي. هو طبعا نادي الزمالك من قلعه من قلاع الكره المصريه. آه. يعني هو النادي الاهلي اللي هم الناديين القطبين بتوع الكره المصريه. ونادي الزمالك عزيز علينا حتى ان انا اهلاوي. آه. وان انا طبعا لعبت قدام نادي الزمالك كتير في مباريات. أيوة. ولكن نادي الزمالك بقيمته وتاريخه وليه معزه طبعا، نتمنى ان احنا نشوفه في مستواه اللي احنا عارفينه عنه. أيوة. الله يكون في عونهم في الظروف اللي هم فيها، طبعا ظروف صعبه جدا لا يستحملها حد. ولكن في حاجتين جمهور نادي الزمالك بصراحه واقف وقفه هايله من متابعتي في سواء في ماتشات هاندبول، ماتشات باسكت، ماتشات كوره، واقف ورا فرقته بشكل كويس. ولكن الظروف اللي هم بيمروا بيها ظروف صعبه جدا. صح. لا يتحملها احد. ونتمنى ان هم يكونوا على المستوى المطلوب بحيث ان احنا نشوف برضه فرقه الاهلي والزمالك يبقى في منافسه قويه بينهم. هو سبحان الله على ذكر جمهور الزمالك، يعني تستغرب ان كلما اشتدت المحن على النادي تحس ان تمسك الجمهور بناديهم بيبقى اكتر واعلى وحرقتهم بتزود انتمائهم للنادي، ودي نقطه على فكرة محترمه جدا في الجمهور الكروي المصري عموما. طبعا. انا البطوله العربيه بتاعه الهاندبول اتفرجت على ماتشات الزمالك. أي. جمهور الزمالك بصراحه. صح. كان حاجه تفرح. صح. الجمهور في السعوديه حقيقي عملوا يعني فوق الوصف. صح. يعني تشجيع من اول دقيقه لاخر دقيقه مع لعيبه نادي الزمالك وفرقه نادي الزمالك اللي برضو انا من متابعتي للبطوله خساره ان هم كان ممكن يكسبوا البطوله دي. صح. خسر الزمالك النهائي من الكويت الكويتي. لا يعني لعيب واحد في الكويت الكويتي جاب 16 هدف. صح. ويعني برضو دي حته انا بقيت قاعد اقول طب يعني حد ينزل يلعب معاه، يعني بدل ما العب معاه يعني شوف انا الواحد برضو بيعرف شويه تلعب معاه دفاع متقدم جاب 16 هدف والزمالك خسر. ده المحترف. المحترف الاجنبي. بالظبط. هو الفرقه كان بتاع الكويت. ولكن جمهور الزمالك بصراحه كان حاجه يعني حاجه تفرح يعني. طيب فيوتشر، عايز اسالك على رايك في التغيرات اللي حصلت في الايام اللي فاتت، يمكن اداريا وعلى مستوى فريق الكوره. الكابتن عبد الظاهر السقا خرج، والكابتن علي ماهر قبليه خرج، جه فورموزينيو مدير فني، جه كابتن علاء ميهوب مدير كوره، من شويه الكابتن اسلام شكري اتعين كرئيس لقطاع الناشئين والاكاديميات في النادي، الى جانب خروج اسماء زي مهند لاشين وبوبو مرعي وانضمام اسماء تانية الفريق. شايف التغير اللي حاصل في فيوتشر بما في اسم النادي كمان بقى اسمه مودرن فيوتشر، شايف ان الفريق ايه تصورك ليه الفتره اللي جايه وهو بيشارك للسنه الثانيه على التوالي في الكونفدراليه؟ لا، من واضح من التغييرات في اللعيبه. طبعا في تدعيمات زي ما انت قلت. ناس مشيت وناس جت في قطاع الكوره، ولكن في لعيبه كتير كويسه مشيت من الفرقه. فانا شايف ان هم هياخدوا وقت. يعني هم في مرحله بناء مع مدير فني اجنبي جديد. مرحله بناء لغايه لما يوصلوا لمرحله استقرار. ولازم يعملوا تدعيمات برضو للفرقه. فهي هتاخد شويه وقت. مفهوم. شويه وقت في التنظيم. مفهوم. وفي البناء. طبعا هيثم عرابي تعين مؤخرا ضمن هذه التغيرات ك مدير تنفيذي او رئيس تنفيذي في نادي فيوتشر، غير انه حتى الزميل والصديق احمد شاكر من شويه اعلن كرئيس للمركز الاعلامي في نادي مودرن فيوتشر او منسق اعلامي للفريق. منتخبنا الوطني كابتن خالد، 8 مباراه على التوالي في عهد فيتوريا، انتصار، كسبنا اثيوبيا بهدف دون مقابل امبارح. شفت ازاي المباراه وشايف ازاي شكل المنتخب بشكل عام؟ يعني شكل امبارح الماتش مش حلو، يعني او ادائنا مش مقنع، ولكن احنا وصلنا للهدف ان احنا كسبنا. أيوة. ولازم نعرف ان الهدف من الماتشين اللي هو يعني اثيوبيا. ما كانش احنا وصلنا كاس نهائيات كاس الامم الافريقيه. أيوة. ولكن كان مهم جدا المكسب عشان التصنيف بتاعنا نفضل من اول ضمن الخمسه الاوائل. مزبط. نبقى تصنيف اول. أيوة. ومباراه تونس نفس الكلام اللي هي الوديه،
ولكن الاداء امبارح ما كانش مقنع. ولكن الحمد لله ان احنا كسبنا وصلنا للهدف. الاداء برضو امبارح الجو كان حر جدا. الظروف المناخيه كان الجو حر جدا، رطوبه عاليه. برضو في لعيبه احنا ناقصين لعيبه. ولكن الهدف ان احنا كسبنا دي حاجه كويسه، ولكن الاداء بالنسبه لي ما كانش مقنع. ومستنيين احسن من كده. يمكن في ماتش تونس، ايوه، لو تونس لعبت بالفول تيم بتاعها هيبقى ماتش كويس. اتفرج على ماتش كويس. واحنا طبعا محمد صلاح كمان هيكون موجود في مباراه مصر مع تونس. في ضوء ماتش تونس، ايه اخطر اللاعبين اللي شايف